متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الغد. هذه الليلة من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن ترتفع نسب الرطوبة في بعض المناطق الشرقية، تحديدا في رفحاء وحفر الباطن وقرب مناطق من القصيم بما فيها منطقة بريدة، مع تشكل الضباب في تلك المناطق مع ساعات الليل المتأخرة وفجر يوم الثلاثاء، ويتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية هناك. أما في العاصمة الرياض فالأجواء تكون غائمة جزئيا، هناك ارتفاع في نسب الرطوبة تسجل 61%، ولكن لن تكون بالقدر الكبير، ودرجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 20 درجة مئوية. دعونا نتعرف على درجات الحرارة والحالة الجوية المتوقعة غدا في مدن ومحافظات المملكة، ونبدأها شمالا من إسكاكا من 23 إلى 13، في عرار من 21 إلى 10 درجات مئوية، وفي تبوك من 23 إلى 12 درجة مئوية. المناطق الغربية للمملكة تكون في المدينة المنورة من 31 إلى 18، في جدة من 35 إلى 24، في مكة المكرمة من 35 إلى 22، وفي الطائف من 27 إلى 15 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة تكون في أبها من 26 إلى 11 درجة مئوية، في الباحة من 24 إلى 17، وفي جزائر من 31 إلى 27، مع فرص لأمطار رعدية يوم غد فوق مرتفعات الباحة وبعض مرتفعات جزائر، وربما تصل أيضا المدينة وبعض المناطق الساحلية. في المناطق الشرقية في الإحساء 32 إلى 20 غدا، أما في الدمام من 31 إلى 22، وفي حفر الباطن من 27 إلى 17، مع التنبيه أن هناك تشكلا للضباب متوقع في حفر الباطن بمشيئة الله تعالى خلال ساعات هذه الليلة وفجر يوم غد، كذلك أمر في رفحة. أما المناطق الوسطى من المملكة تكون في العاصمة الرياض من 31 إلى 18، أما في بريدة من 27 إلى 16، وفي حائل من 23 إلى 12، وربما يتشكل ضباب أيضا هذه الليلة وصباح يوم غد في بريدة في ساعات الصباح مع تدني لمدى الرؤية الأفقية. قبل الختام هناك توصية هامة هذه الليلة بضرورة الانتباه أثناء القيادة والمسير على الطرقات التي ستشهد ضبابا، بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والقيادة بحذر وبسرعات منخفضة في مناطق قرب حفر الباطن ومناطق قرب رفحاء والطرق الواسعة بينهما، بالإضافة إلى المناطق القريبة من القصيم وبريدة. هذا كان لكم لدينا بشأن الأحوال الجوية ليوم الغد. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.